مساء الخير. في بداية حلقة جدل لهذه الليلة نستقبل رئيس حزب القوة اللبنانية الدكتور سمير جعجع. الحلقة ستقسم إلى ثلاث محاور. المحور الأول له علاقة بمسألة النزوح، القسم الثاني 1701، والقسم الثالث سيكون متعلقاً بالموضوع الرئاسي. حكيم مساء الخير. أهلا مساء النور. أهلا وسهلا أستاذ ماريو. دكتور جعجع، إذا كل الضغوط ما قدرت تغير عملية رؤية الاتحاد الأوروبي وأمريكا لناحية النازحين، شو العمل؟ يعني يا ريت فيني اقول لك اياها على اللبناني انه عمره ما تغير. قد ما الحكومات المتعاقبه والمسؤولين المتعاقبين قد ما تصرفوا بركاكه وبضعف، صرنا ناسين انه نحن دوله عندها حق القرار على ارضها. في يقتنع الاتحاد الاوروبي، مع انه الاتحاد الاوروبي انا بعتبره يعني مجموعه دول صديقه لبنان، وفي ما يقتنع، هي شغله خاصه فيه. بس موضوع شو بده يصير على أرضنا نسينا على أنه هذا موضوع بهمنا نحن. المشكلة الرئيسية مش بقناعة أو عدم قناعة الاتحاد الأوروبي. المشكلة الرئيسية أنه ما في حكومة بلبنان، ما في دولة بلبنان. مش عم بقولها عن هلأ، يعني تحمل الحكومة الحالية مسؤولية وبس، طبعا بتتحمل مسؤولية الحكومات المتعاقبة كلها سوا. رح أعطيك مثل صغير. بريطانيا في شي دولة بتحترم حقوق الإنسان قد بريطانيا؟ في شي دولة قانون قد بريطانيا؟ في شي دولة عندها تاريخ عريق بالديمقراطية، أول ديمقراطية بأوروبا أكثر من بريطانيا؟ امبارح من جمعة يعني صحيح. من 10 أيام أخذوا قرار على مستوى الحكومة ومروا على مجلس النواب وصادق عليه الملك، أوكي، إنه أي مهاجر غير شرعي دغري الحكومة بتحطه على طيارة وبترحله على وين؟ على رواندا، مش على بلده الأصلي. نحن فينا نعمل هيك؟ طبعاً، ليش ما فينا نعمل هيك؟ ما هذا أكبر دليل أستاذ ماريو، نحن أنه ما بقى مصدقين حالنا أنه نحن شعب خيي وفي دولة هون. لازم نرجع نصدق حالنا حكيم، لأنه ما في دولة شو بنعمل؟ أول شيء بعد في بقايا دولة بدنا نجرب نفعلهم قد ما فينا، يعني ما هذا اللي عم نجرب نعمله بالوقت الحاضر. مثلا من وقت ما أطرحنا المشكلة نحن من الأول طرحينا، هلأ في البعض هودي اللي تمامهم كبيرة وجيبهم كبيرة، اوكي، ويلي ما بيعملوا شيء الا بيحكوا بالوقت اللي هن كان مفترض يعملوا، بقول لهم منيح جيتوا بس جيتوا مؤخرين. لكن نحن جينا مؤخرين، نحن اللي رئيس الجمهوريه ونحن عندنا اكثريه بالحكومه ونحن عندنا اكثريه بمجلس النواب. بس لك شغله، بيقولوا جيتوا مؤخرين على طرح الموضوع. لا، نحن بس وصل اذا بدك السيف على رقبه كل مواطن لبناني، ساعتها اضطرينا ولو كنا بموقع معرض انه تدخل. بقول لي شيء قبل ما كفي؟ إيه. لانه بيقولوا انه بال2000 بين 2011 و2014 حكيم حضرتك والرئيس الحريري وولي جنبلاط، إيه، كنتوا ما تقبلوا انه حدا يحكي غلط مع النازحين السوريين. مش مزبوط. وانه كان في بده ينعمل مخيمات بالنومانز لاند، ما قبلتوا فيها. هيدا بدي اقول لك شغله، اخصامنا السياسيين من محور محور الممانعه للتيار الوطني الحر اكبر كذابين واكبر نصابين. بدي ارجع اقول لك اياها، واللي فيهم رجال يقف يقول لي لا، اكبر كذابين واكبر نصابين. من اول لحظه نحن مع الثوره السوريه، ليك شو بيعملوا؟ بياخذوا موقف حقيقي وبيلبسوا وضعيه غير حقيقيه. يعني من اول لحظه نحن اكيد مع الثوره السوريه، ولحديت هاللحظه بعدنا مع الثوره السوريه الحقيقيه. نعم. هذا شيء، وانه نقبل لاجئين سوريين بهالشكل ببلادنا شيء اخر مختلف تماما. حدا منهم يطلع لي تصريح او شيء نقول فيه على انه نحن ما بنقبل لاجئين. بعدين بدي اقول لك شغله، ليش ايمتى محور الممانعه والتيار الوطني الحر كانوا ناطريننا نحن شو بنقبل شو بنقبل تيعملوا انطلاقا منه؟ ما زي كان رايهم انه ينعمل مخيمات بالنومانز لاند، نحن كان راينا اكثر من هيك، ينعمل مخيمات داخل الاراضي السوريه بحمايه دوليه، من اول لحظه هذا كان طرحنا. انا شو بدنا بقى رح لك؟ ليه؟ لانه عن جد انا مطرح مواطن لبناني زهقت، كل بيزهق واحد كل هال المحاكات السياسيه بيسموها. بس مشكلتك وقت بيكون عندك حدا جلق مقابلك وحدا بيكذب كل يوم وحدا بيحول الوقائع، مضطر انك تدافع عن حالك، مضطر على انك توضح الحقائق. طيب ولا لحظه نحن كنا مع وجود اللاجئين السوريين. مثلا بسمع بعض منهم، بتعرف شو بيقولوا؟ وانتم نسيتوا انه طلعتوا على عرسال؟ اكيد طلعنا على عرسال، شو دخل انه طلعنا على عرسال تنشوف اهالي عرسال؟ شو دخلها هيدي بقصه اللاجئين السوريين؟ بس قل لي شو دخلها؟ مزبوط طلعنا على عرسال وقت اللي كتار من الفرقاء بالداخل كانوا عم يجربوا يطوقوا عرسال او كانوا عم بيجربوا يصوروا عرسال، عم بحكي كلبنانيين داخل عرسال، انه هودي شياطين وطالعين من تحت الارض. فاذا هذا تقول انه شو بدنا بهيدي؟ كذابين هودي، اوعى تصدق كلمه
بدي أطلب عن جد، بدي أتمنى على كل مواطن لبناني أي كلمة بيقولوها محور ممانعة أو طيب وطن حر بشرفكم، خذوها عدوا صبيعكم وتأكدوا، بس تأكدوا. ألم يوصف جبران؟ أنا ما بدي فوت ما حكيت لأنه حضرتك ما بدك، ومثل ما قلت 100% الناس تعبت منه، بس ألم يوصف جبران باسيل بالعنصري لما حكي عن قصة النازحين والمخيمات بالنومنزلاند؟ تقلك شغلي ايه طبعا، لانه حكي بشكل عنصري. اوكي، وانا خليني لك شغله، بس هيدا الشيء لشو التدابير اللي عمله وحدا قال له لا؟ ليش مين قدر يقول له لا؟ بين 2011 وال 2014 كانوا من اكبر الكتل بمجلس الوزراء. نعم احنا ما كنا، عم بحكي بالفتره اللي فاتوا فيها، بعدين صار عندهم رئيس جمهوريه واكثريه وزاريه ليش ما عملوا؟ ما بيقولوا الا وعملنا مؤتمر. خي انت مش مطلوب منك، انت منك معارضه انك تقول وتعمل مؤتمر، انت مطلوب منك تعمل. دخلك مع مين كانت وزارة الدفاع كل هالفترات؟ ما هي بشكل أساسي المعنية، على سبيل المثال الحصر الأمن العام مع مين كان دخلك؟ مع حلفائهم إذا مش معهم. نعم. هني أمن الدولة مع مين كان؟ أوكي، حتى قوى الأمن الداخلي إنه مع 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 الناس المتحالفين هن وياهم، وبالتالي إيه ليش ما عملوا؟ ليش هن كمجلس وزراء ما عملوا؟ طيب. بيجي بيقول لنا هلا عم نعمل، وهلا راكد عم يعمل مؤتمرات هون وهون، يعمل كثير منيح، هيدي يعني بتخلق الأجواء المناسبة. نحن ليش هلا فتنا على القصه؟ بس وصل اذا بدك السكين على الرقبه. طيب حكيم، ماذا لو لم يقبل الاتحاد الاوروبي ودول العالم تمويل النازحين داخل سوريا؟ شو عمرهم ما يقبلوا. مش هذا بيت القصيد، عم بقول لك اياها بكل صراحه وعلى الطريقه اللبنانيه. الدوله اللبنانيه اللاجئين السوريين في بين 300 و400 الف سوري في لبنان معهم اوراق ثبوتيه شرعيه. نعم. وهون كمان بدي افتح لين تقول ما عندنا أي حساسية على الشعب السوري. هذا شعب جار وكل عمره كان جار وكل عمره رح يضل جار، بغض النظر عن تصرفات السلطات السورية المتعاقبة يلي كل عمرها كانت عدائية تجاه لبنان، بس الشعب السوري شيء آخر مختلف تماما. يعني أنا باخد بس يلي عم بصير عليه بهال 15 سنة ما مرق على شعب بالعالم. بس هيدا شيء إنك تخسر بلدك يا عمي شيء تاني، هذا ما يعني أنت فيك تعمل كل أعمال الخير، بس إذا وصلت الأمر إنه ابنك حدا رح يمسه بسوق لا ما بتقبل. حكيم، هل حضرتك مع فتح البحر؟ بس تكفي لك. تفضل. بس تكفي لك. وبالتالي يعني قلت هاي تقول انه ولا اي حساسية بالعكس تجاه الشعب السوري. عظيم. الاتحاد الاوروبي ما بده يمولهم داخل سوريا، ما يمولهم. هذا شيء رجع لقلو ما يمولهم. بس نحن علينا مسؤولية كسلطات لبنانية، بدي اقول. مش انا وياك. نعم. نحن كمواطنين ايه علينا مسؤولية، وهلا عم نتحمل مسؤوليتنا مثل ما شايف رح نتحملها. بس الدولة اللبنانية عليها مسؤولية أي مهاجر غير شرعي، وفي 1.5 مليون سوري غير شرعي موجودين بلبنان، تحملهم وتطلعهم، ما بدها شيء. حكيم، فيك تعطيني آلية؟ إيه رح أعطيك. يعني مثلا رح أعطيك شو بدها؟ قوى الأمن الداخلي والأمن العام، الأمن العام هو المولج بشكل أساسي بأي ترحيل، بس هيك بين هلالين. إذا الأمن العام صادفوا مواطن نرويجي، في شي دولة مسالمة أكثر من نرويج، مواطن واحد ما معه فيزا، شو بيعمل؟ بيرحله دغري على اول طياره رايحه. هيك بده يعمل. بس الواحد شيء والمية شيء والمليونين شيء ثاني. مشان هيك لازم تبلش على بكير، مشان هيك لازم كل الاجهزه الامنيه بالدوله، يعني قوى امن داخلي، امن عام، جيش وامن دولي، يتركوا بعض التروهات اللي عم بيعملوها هلا ويروحوا على هالموضوع. ببلشوا 10,000 ورا 10,000، 50,000 ورا 50,000، 4-5 شهور بتكون خالص. ما بدها شيء. وقال شو بتعمل إذا إنه كانوا كتار لسبب أولى لازم تعجل؟ بس إذا 50,000 بدهم سنين حكيم. لا ما بدهم سنين، عم بحكي 50,000 ورا 50,000، مش إنه 50,000 بالشو بالشهر، لا عم بحكي كل يوم 10-20-30,000 كل يوم. بيقدر على الأمن العام على هالمهمة هالقدي أعداد بفرد يوم يرحلهم؟ تعتقد ليش؟ إذا بده مساعد يطلب، إذا بده يقول أنا إيه أنا بدي 2000 عنصر زيادة، بدي إن قوائم الداخل تساعدني، بدي الجيش يساعدني، يقول شو بده؟ يعني ليش على طول نحن بنحط العقبة قدام المسار؟ يعني عمليا الآلية هي إنه الحكومة عبر أجهزتها تتصرف وتبلش بالترحيل. طبق القانون. إذا اليوم قوى أمن داخلي مرقة بحي الله ضيعة، ما إذا شافت مواطن عم بحط لوح توتيا مخير. صحيح. شو بتعمل؟ بتوقفوا ما هيك؟ طيب اذا شافوا سوريين قاعدين بلبنان بشكل غير شرعي لازم يوقفون، يسلمون الامن العام والامن العام يرحلون. بقول الامن العام ما عندي اليات، خي يقول شو بدك؟ ما عنده اليات، خي الدوله بتشتري له، ما راح تعطل تشتري له 200 باص، 500 باص، 2000 باص،
الشعب اللبناني كله بيتبرع تشريره، بس انه يتفضلوا يشتغلوا. هلا في بسيط قدمتهم فرنسا بس بعد ما مشيوا بكل الاحوال. حكيم اليوم قدمتوا مذكره لمفوضيه شؤون اللاجئين صح؟ صح بعد دار ايه في انذار؟ ايه في انذار لليو ان اتش سي ار؟ لا كيف انذار بمعنى انه تهديد؟ لا بس عم نقول لها، وكثير بهمني قصه هالمذكره اللي قدمناها للمفوضيه الامم المتحده لشؤون اللاجئين. نعم. بسموها مفوضيه ساميه لشؤون اللاجئين. نعم. اوكي عم نقول لها فيها انه تبعا وتبعا وتبعا وتبعا، ما رح فوت بالتحليل القانونيه، موجوده كلها سوا، موجوده بالمذكره. اوكي اذا بتحب تطلع عليها اطلع اوكي وتنشرها كمان. اوكي موجوده بالمذكره تبعا وتبعا، خصوصا لاتفاقيه لبنان والمفوضيه الامم المتحده لشؤون اللاجئين سنه 2003 وتبعا القوانين اللبنانيه، انت ما لك حق تعطي بطاقه لجوء هلا. يعني خالفت القانون؟ خالفت القانون. من تدعي عليها؟ تدعي القوات اللبنانيه عليها؟ مشكلتك على انه الاجسام الدوليه عندها حصانه قضائيه، بس شو بتعمل؟ اول شيء رحنا عم نقول لهم، نهايه نقول لهم نحن جايين عم نقول لكم انه مش انت توقفوا اي شيء عم تعملوه هلا وتسحبوا كل بطاقات اللجوء اللي عملتوها وتعتبروها وكأنها لم تكن، لانه بالقانون وكأنها لم تكن. واذا لم يفعلوا؟ واذا لم يفعلوا في فريق من المحامين من هلا بلش يدرس اوكي وين مطرح فيها ندعي عليها. مزبوط، لانه عم بيخالف القانون بشكل كتير كبير. فاذا القوات بتوجه ان تدعي على على المفوضيه؟ طبعا. انت شو مستحيين؟ انت مع طرد، حضرتك مع طرد المفوض السامي؟ اذا او قبل ما نطرده بده تبعث له الحكومه. نعم. بشخص وزير خارجيه او وزير الداخليه او اثنين سوا، تبعث له اشعار انه انت يا صديقنا، لانه هذا مش عدونا، والمفوضيه مفوضيه الشؤون اللاجئين مش عدوتنا. نعم. انت عم تخالف القوانين انطلاقا وانطلاقا وانطلاقا وانطلاقا، وقف كل شيء عم تعمله واسحب كل بطاقات اللجوء يلي عطيها. تعرف بطاقه اللجوء امتى بتنتهي كلها مفعوله؟ بعد 2015 سنه. بعد سنه صحيح صحيح 2015، لانه التسجيل بلش بال 2014. نحن قديش هلا؟ 2024. نحن هلا 2024، يعني قلنا معهم 10 سنين. ما بدك اول شيء تبلغوا هيك. اوكي بترجع تبعت انت للامم المتحده لرئيسه، تبعت انت لجوتيرس بتقول له هاي المفوضيه هون كذا 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 قصتها، هون معروف بعتها وكل بطاقات اللجوء اعطتها تسحبها معها. عم تعطيني المسار يلي رح تسلكه كقوات لبنانيه. طبعا بس نحن كقوات، افترض لو الدوله، بتعرف كيف بشوف حالنا هلا؟ بشوف حالنا مثل طريق مسكره بكوم كبير كبير من التراب، ايه؟ نحن معنا ملعى، هاي الملعى يلي بتحطها للقهوه، الدوله معها جرافات، اوكي؟ قاعده على جرافات ما عم تعمل شيء. نحن بالملعى دولة مع جرافات حكيم؟ ايه ايه مع جرافات، يعني اذا في جرافه بتكون واقفه. لك ولك ما فيك تتصور شو قوه الدوله قد ما تكون هزيله، ما فيك تتصور شو قوته. تبعث له لجوتيريس بتقول له عمر معروف اسحبوا هذا من هون لانه وضعيته غير قانونيه. اذا اجى حدا غيره رح يعمل شيء ثاني حكيم؟ لا مش يسحبه كشخص، يعني يوقف له عمله. لا نحن مش ضد مفوضيه. طيب. الامم المتحده لشؤون اللاجئين، نحن ضد اللي عم تعمله هلا واللي عملته هلا خارج القانون. والا ببلغه. والا عملوا ساعتها وزاره خارجيه بتعمل له بيرسونال نان جراتا وبتبعته. شو نسينا نحن دوله يا عمي؟ نسونا والله، واجوا عم ينسونا، نحن ما رح ننسى انه نحن دوله. حكيم ليش الهجوم على هبه المليار دولار بالوقت اللي هي لنا جديده ولا مستحدثه ولا مشروطه ولا في يعني ما لنا مشروطه؟ ليش هالهجوم القاسي عليها وعلى الرئيس المئاتي تحديدا؟ رح لك هلا، في البعض ذات غرضيه شو بدي فيهم هودي؟ انتم كقوات نحن ما عملنا هجوم، نحن لانه تهيأ تراءى لنا او للبعض منا على انه ممكن تكون مربوطه بابقاء اللاجئين السوريين في لبنان، ممكن تكون مربوطه. مشان هيك نحن رح نستفيد من الجلسه اللي داعي عليها الرئيس بري. اوكي لانه تنستوضح الحكومه بوجود رئيس الحكومه وكل المعنيين، نخي بدنا نفهم هاي شو هي. إذا هيدي مليار دولار مثل العادي، يعني هبات ومساعدات تنعطى من الدول الأوروبية للبنان وبس، ما لها علاقة بقصة اللاجئين، ليش لا؟ بناخذها وبنقول لهم 100,000 شكرا عليها، بس إذا مربوطة بأي شيء آخر أكيد لا، لازم نرد لهم إياها. فإذا مش هيك الأمور يعني مش شعبوية. يعني عمليا بعد ما اطلعتوا على الاتفاق اللي صاير؟ لا أساسا بعد ما في اتفاق، يعني الحكومة بعد ما عملت مرسوم، ما صدر لي مرسوم. بس ما بيمنع إنه رئيسة المفوضية الأوروبية حكيت شيء مع رئيس مئاتي. إيه؟ هذا بدنا نعرف شو هو، يعني بدنا نعرف شو قالت له، إنه نحن
جايين هيك اللي قالته عفوا عذرني لانه قطعتك، بس لو اللي قالته بالمؤتمر الصحفي دقيق، قالت انه قسم كبير من هيدي المساعده جاي من اجل مساعده القوى الامنيه والجيش للحد من الهجره غير الشرعيه، وقالتها بشكل كتير واضح. هاي هالجانب نحن معه، اذا مساعده للقوى العسكريه ليقدر لبنان يضبط حدوده والبريه والبحريه، إيه نحن معه، لانه لازم يضل يعني منطق الدولة سائد عنا كل الأوقات، مش مثل ما البعض بيقولوا افتحوا البحر تيروحوا على أوروبا، لا يا أخي بنفتح البر تيرجعوا على بلادهم، لأنه لازم نتصرف كدولة. يعني حضرتك منك مع فتح البحر حتى لو بقى الاتحاد الأوروبي معارض لسياستنا؟ يضل معارض لسياستنا، نحن مهم نتصرف كدولة، أوكي، بس أنت قبل ما تفتح البحر افتح البر. شو هو الطبيعة أكثر؟ إنه أنت هيك تخالف موجباتك كدولة وتيجي أنت هلا بنهاية المطاف. نعم. الاتحاد الاوروبي جديا هلا عم بحكي، الاتحاد الاوروبي مفكر انه عم بيعمل منيح هو، من جهه ثانيه بصير مشكله عن ظهره. نحن نعمل منيح ونشيل مشكله عن ظهرنا. الترحيل الى سوريا. طبعا. طيب حكيم، بس بدي اقول شغله عن الصعيد. بدي اقول شغله عن الصعيد، لانه يعني بس نطرح هيك بعض بيقولوا لنا ما كيف سوريا الوضع مش امن وانه انه 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 وهم معارضين بيقتلون وبي 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 وبي. خليني اعطيك بعض الارقام. بسوريا هلا حسب معلوماتك استاذ ماريو قديش في سوريين موجودين بسوريا؟ 16 مليون. في 9 مليون منهم بمناطق النظام، رأيتوا هالنظام ما يكون بديار حدا، اوكي؟ وفي 7 مليون بمناطق المعارضه. خيي طيب هلا عندنا يا هن النظام يا هن المعارضه، مضبوط ولا لا؟ بالمحلين فين يروحوا؟ يا النظام بيروح على مناطق النظام ويا المعارضه بيروح على مناطق المعارضه. رح نحرك ابعد من هيك، في بعض بيقولوا الناشطين السوريين المعارضين اول ما يروحوا رح تلقطهم، رح يلقطهم نظام بشار الاسد. نعم. اول ما يروحوا على مناطق النظام زي هيك، بس اكثر من هيك ما بقى في ناشطين، يعني ما بقى في ناشطين سوريين معارضين بلبنان. اذا بتتذكر معي اول ما بلش، ايوه شبل العيسمي بعلي، اول ما كانوا عم بلشوا يجوا الناشطين السوريين الفعليين، يعني نحن معهم تبي بس خارج لبنان، نحن معهم بثورتهم، اول ما بلشوا يغتلون جماعه النظام السوري بلبنان واصدقاء النظام السوري اللي هن حزب الله، قتلوا شبل العيسر. هذا اتهام سياسي ولا في معلومات؟ لا ما في معلومات، الدوله اللبنانيه مفترض تكون عندها معلومات. أوكي. بس بالمنطق. اوكي. ليك مين بده يغتل معارض؟ واضح قصدك، واضح مين؟ واضح. طيب عظيم، بس بلشت الاغتيالات عرفوا الناشطين السوريين الفعليين على انه لبنان مش امن بالنسبه لهم، تركوا في حزب الله هون، تركوا وفي اصدقاء تركون، وين راحوا؟ راح قسم منهم على انقره، قسم منهم على القاهره، قسم على الرياض، مشان هيك صار في منصات اذا متذكر، منصه انقره، منصه القاهره، منصه الرياض، ويجتمعوا مع بعضهم تيعملوا مؤتمرات، هالثلاث منصات، وبالتالي عمليا ما عندنا ناشطين بمعنى الناشطين يلي عليهم خطر، وبكافه الاحوال، افترض عندنا ناشطين اعلام عليهم خطر، قديش عدد استاذ ماريو؟ بشرفك انت هيك قدر 100؟ ما بعرف اذا بيوصل على قد 500؟ 5000 يا غي؟ 10000؟ اوكي قل لي مين اللي هون خليهم، عم نحكي بمليون و700 الف نحن، شو عم تقول لي 10000 5000 و1000 و500؟ هول الامن العام اللبناني بيعمل لهم استاتيو خاص، اذا مزبوط موجود ناس بهالوضعيه وبيرحلهم على دول ثانيه. حكيم، اذا اخذت الدوله اللبنانيه القرار بالترحيل بدها تتعامل مع النظام اللي حضرتك عم تقول ريته ما يكون بديار حدا، تتعامل معه ما في مشكله؟ لك ابدا ما في مشكله. أوكي. بس تعط، بس لك شغله، بس هي وحده من زر الرماد بالعيون، اخي ما تعاطوا معه، هن صار لهم 4-5 سنين وطلعوا وزراء، ما هيك؟ صحيح. وطلع وفود وزاريه على سوريا، ما في اكذب من يلي عندنا الا هو بسوريا. طيب لا 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 بدها تنطرح امور ما هي، هو اوعى تصدق كلمه من يلي بيقولوه، ما راح تودي لنتيجه هي. بدك تاخذهم تحطهم بتقفل مصنع بتحطهم هونيك تيرجعوا على بلادهم. طيب حكيم، حضرتك بتقول انه كل ما بدأناه لن يتوقف لا مع تمنيات دولية ولا مع مليارات، بس القوات مش بالحكم. ايه كيف بدك تكفي؟ رح اقول لك، معك حق، سؤالك كثير 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 بمحله وكثير عم بيسألوه. ايه وقت اللي انت بتلاقي بنهاية المطاف انه بلادك عم بتضيع من بين ايديك، ولو كنت انت مواطن عادي بتشوف شو فيك تعمله، نحن ليك شو عم نعمله بكل صراحة، من بعد ما شفنا وصلت السكين هالقد، لك بجمعة من شهر عم بحكي الجامعة يلي استشهد فيها باسكال سليمان. نعم. اوكي. في جريمة قبل منها ببيروت صارت. في جريمة من بعد منها بالعزونية بعلي صارت. اوكي. ورجع امبارح مش جمعتين كمان جريمة، بس مش هذا بيت الأصيل. نعم.
بيت القصيد ما في مجتمع بالكون كله في يحمل 40% من مجمل سكانه مهاجرين غير شرعيين. اخي ما في حدا. طيب شو بدي بقى؟ بدي لي شو بقى؟ مشان هيك هبينا فرد هبي. ونحن مزبوط موقع معارضه، وهي مش شغلتنا، هي شغله الحكومه الموجوده وشغله الامن العام بالدرجه الاولى وقوى الامن الداخلي والجيش. نعم. وامن الدوله وكل مؤسسات الدوله. نحن عم نعمله بتعرف موجودين على كل تقريبا على كل الاراضي اللبنانيه. ما في ضيعه الا ما عندنا تقل فيها. عم نروح نحن اول شيء انتبه في مطلب شعبي عام انه ايه هالوضعيه وضعيه شاذه. نعم. عم نروح عم نعمل اجتماعات بالضياع، عم نروح نحن والاكثريه الساحقه من اهالي الضيعه على البلديه الموجوده، عم نقول لهم القصه هيك هيك هيك، تفضلوا بما انه الدوله مقصره، مع انه الدوله هلا عم ترجع تجرب تستلحق شوي، تفضلوا انتوا اعملوا اللازم. وخصوصا مع وزير الداخليه مشكور من الناحيه، بعت مجموعه تعاميم بتطلب من البلديات على انه يصححوا الوضع. يعني البلديه قادره الشرطه البلديه تروح عند حيلا مهاجر غير شرعي موجود تقول له اعطيني وراء، اذا ما معه وراء او ما معه اجازه عمل او 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 فيها تشيله وتقول له امر معروف تروك الضيعه. طيب فاذا هذا اللي عم نعمله بالدرجه الاولى. وصراحه رهاننا الاساسي هون في تجاوب من كثير بلديات، في بعض رؤساء البلديات يلي عندهم بعض المصالح بعضهم عم بيساعدنوا، بس رح نضل لاحقينهم على الاخر، لانه هالموضوع ما بيحتمل لا مصالح خاصه. فاذا هيدي هي حدود تحرك القوات اللبنانيه. لا 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 رح كفيرك. من جهه ثانيه لاحقين مسؤولين دوله رح نضل لاحقينهم، مثل ما شفت في فوت قوات هي راحت عند رئيس الحكومه، راحت عند وزير الداخليه، راحت على الامن العام، على قوى الامن الداخلي، على الجيش، اوكي؟ اليوم نحن رحنا عند المفوضيه الساميه لشؤون اللاجئين. على سبيل المثال للحصر ب 27 ايار هيدا في اجتماع للدول المانحه ببروكسل هونيك راح يكون عندنا كمان ست ان كبير مشان المطالبه للدول المانحه انه ما تمنحهم مشان لبنان، منحوا المساعدات مشان داخل سوريا. ست ان سياسي او شعبي؟ شعبي. تحرك ببروكسل ب 27؟ ايه 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 طبعا. بس ست ان ولا كمان في شيء ورقه سياسيه رح ورقه كمان رح تنعطى للدول المانحه تقول لهم يلي عم بقول لك اياه بالتحديد. وبهالمناسبة أنا بدي أدعي كل الاغتراب اللبناني ببروكسل ببلجيكا بفرنسا بألمانيا والدول المجاورة أنه ينضم للتجمع اللي بده يصير قدام مركز الاتحاد الأوروبي مشان ببروكسل البرلمان الأوروبي مشان تهونيك نقول لهم أنه نحن ما بدنا نحن تعطوا منح للجمعيات اللي عم تعطي للسوريين بلبنان. لازم تساعدون هون ناس معترين، بس تساعدون بقلب سوريا مش بقلب لبنان تما تقتل لبنان. طيب حكيم، رح بتشارك بجلسة 15 أيار بالبرلمان؟ عندنا اجتماع قبل الجلسة بيومين تناخد القرار النهائي، بس أنا شخصيا يعني ما الطبيعي إنه إيه نشارك ونشوف شو عم بيصير وناخذ موقفنا وعلى فيقة بين هلين. هاي مش جلسة تشريعية، جلسة أوكي. مراقبة. طيب. لا جلسة محاسبة، بس الموضوع أهم من هذه، موضوع طارئ وملح وخطير، مشان هيك لازم نشارك. برجع بقول لك رأيي الشخصي، القرار النهائي من بعد ما يشتم هالتكتل. شو بتتوقع يصدر من اجتماع مجلس النواب من هالجلسة؟ معقول نفوت على حفلة مزيدات؟ لا ما ناخذ كل شيء بالسلبي. اوكي. مضطر رئيس الحكومة بهالجلسة يوضح تماما شو خلفيات المساعدة الأوروبية. اوكي. إذا خلفيات يعني مقبولة وبريئة وبتساعد الشعب اللبناني نحن معه. إذا خلفيات إلى علاقة من قريب أو من بعيد بموضوع اللاجئين نحن ضد. ضد كيف بيترجم؟ ما بناخذها. ممكن تأيدوا مثلا التيار باستصدار أو بالتصويت على قانون بيمنع الحكومة تستلم هبات إلى علاقة أو أورينتد على النازحين؟ يا عمي شو هالتيار فظيع. يعني هالتيار فظيع يا عمي، هيدا منين الله بعتنا إياه؟ هيدا اللي لازم يعمله ما بيعمله واللي ما لازم يعمله بيعمله. ما بدك هذا كله بالعكس. ما بدك قانون؟ شو دخل هلا هيدي بهيدي؟ هلا مجتمع مجلس النواب بيقول انه لا، واذا بدها قانون نحن بنعمل قانون. معلش التيار يرتاح شوي، هلا كفى ووفى بالعشر سنين الماضيين. حتى بموضوع النازحين؟ لا لا مش يعني قادرين نلتقي. لا بالعكس، مش استاذ ماريو. طيب واحد ليك، اذا انت جاي عم تعمل شغله وبتعرف حدا فاسد ومحروق سلاف وما بيطلع منه شيء، بتيجي بتقول لي ايه تعال اتفق انت ويرتاح، ما بيطلع شيء. ما
جربنا طيب. ما تعذب قلبك حكيم. بال 1701 حتى أنا أحترم الوقت اللي حضرتك منحتنا إيه. بلقاء مع راب طلبت بتنفيذ فوري لل 1701، بس عمليا بتعتقد هيدي الحكومة والجيش بوضعه الحالي إيه؟ قادر يزيد عديده وينتشر بالجنوب مثل ما بيتطلب ال 1701، يعني 15,000 جندي طبعا؟ كيف يا أستاذ ماريو، اوعى تصدق محور ومنع ولا بلحظة من اللحظات، وحد محور ومنع اوعى تصدق التيارة ولا بلحظة من اللحظات، ولا بلحظة من اللحظات. ليش وجود الجيش اوكي يعني وجوده بحجمه ولا برمزية وجوده؟ يعني إذا ما كانوا 15,000 كانوا 11,000 ما بيقدر يعمل مهمة اللي مثلا رح بلش لك أنا من هو. فإذا وجود الجيش اللبناني برمزيته، عاد عن إنه إيه كمان بحجمه، الجيش اللبناني ما تنسى 70-75,000 إيه أكيد قادر يفرض 10-12,000 مشان يكون هونيك. وإذا القصة اتصلت على 3-4,000 ناقصين، كتار من الدول الصديقة قالوا إنه هن مستعدين يا خيي يمولوا مشان تنجيب 3-4,000 إضافيين، بس مش هون بيت القصيد. وين؟ بتذكر بالزمانات كان ينقال وقت كان في دولة أيام فؤاد شاب مثلا، إنه يكون في بكل منطقة الشمال أو بكل منطقة البقاع يكون في مفرزة، بتعرف إيش مفرزة؟ يعني رتيب، مش ضابط حتى، رتيب معه كم عسكري يكون الأمن على أفضل ما يكون. لا، في دولة عندها وهرة عندها سلطة. طيب شو هالحكي هذا؟ حكيم، بمجرد ما الحكومة تقول للجيش اللبناني بدي نفذ 1701 انشر الجيش، عمليا بهيدي اللحظة السياسية العسكرية بجنوب يعني عم بتقول لحزب الله انسحب، هذا مشروع مشكل. ليش مشروع مشكل؟ لأنه رح يعمل مشكل. أنا عم بكون واقعي لو سمحت لي، يعني ما عم بعطي رأيي، عم بكون واقعي. طيب بده يصطدم بالحزب الله، الجيش بيعمله؟ أمل، أول شيء نحن ما بدنا جيش يصطدم بحزب الله، يعني يقاتل حزب الله، أبداً 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 ولا لحظة. بس بذات الوقت ما بدنا حزب الله يقتل كل لبنان. انتبه. أوكي، أنا شو عم بطلبه؟ خي ليش ما نروح على الأمور مثل ما هي بالسياسة؟ نروح عليها بالسياسة، يعني من وراء كل شيء صار بلبنان آخر 20-30 سنة نسينا إنه في شيء اسمه سياسي، إنه رجال الدولة بتشتغل بالسياسة. خي خلي الحكومة، أنت اترك لي الباقي، خلي الحكومة توقف وتقول أنا ما أخذت قرار بفتح عمليات عسكرية بالجنوب. هاي واحد. اثنين، وزير الخارجية قال نحن مش نحن اللي ناخذ قرار بال، لا بيقول كلمة هيك. شو بيرجع بيقول مقبيلة؟ بيرجع بيقول طبيعي على إنه المقاومة تدافع عن أرضها، لكن بيقول شغلة وعكسها وعكسها وشغلة، وكان خلص من كأنه ما قال شيء. شو بدي فيها؟ عم بحكي الكلام جد. نعم. أول كلمة نحن كذا، وبالتالي نحن ما بنتحمل مسؤولية كل شيء عم بصير. وهون بدها الإعلان وقت عم ينطرح موضوع انه اعاده ترميم بجنوب، نحن ضد على انه الدوله اللبنانيه تدفع قرش يلي هو اخذ القرار بهالحرب، هو يتحمل مسؤوليتها. انت مواطن اليوم من عين كفيها، او انا مواطن من ببنين بعكار، ساهمت انت باخذ القرار، ممثلينك بمجلس النواب. لا واضح انه لا، واضح انه لا اكيد. ليش انا بدي اتحمل مسؤوليتها؟ اوكي شو بدي فيها؟ هي صار بحث اخر مختلف تماما. الحكومه بتقول كل دول الكون كلها اوكي، من اقصى اليمين لاقصى اليسار، من امريكا لليابان، عم بيقولوا لنا انه نحن بنضمن لكم ونكون معكم بالدفاع عن اخر حبه تراب من ارضكم، بس دخيلكم اسحبوا حزب الله من هونيك وحطوا الجيش اللبناني. خي في شيء بيمنع؟ لا بس، واصلا هذا الوضع الطبيعي لازم يكون. استاذ ماريو، قبل ما يكون مطلب الاتحاد الاوروبي او مطلب امريكا او مطلب الامم المتحده او مطلب فرنسا او اللي بدك، هذا لازم يكون هيك، لازم يكون اوكي هيك. قالوا لنا بس بيقدروا يقولوا للاسرائيلي ما تخرق بقى، يا استاذ مالك انت عمول عليك واترك الباقي. ليش هلا بيقدروا يقولوا ما تخرق؟ هلا بيقولوا له اخرق اوكي بالوضعيه الحاليه، ما كل شيء بدك تاخده بشكل نسبي. اوكي جاي هو عم بيقول لك، هو جاي عم بيقول لك يا دوله لبنانيه خي انتم انشروا الجيش والباقي علي. بتقول له لا انت كذاب ما فيك. طيب حكيم، بالموضوع الرئاسي إلى متى رح تبقوا كمعارضة ناطرين أيالين حزب الله أو حتى الثنائي؟ نحن مش ناطرينه، بس هن معطلين انتخابات الرئاسة اللي شو فينا نعمل؟ يعني مسابقة معهم رئاسة مجلس النواب من خلال معطلين انتخابات الرئاسة، وقال من سنة ونص وثلاث أرباع من سنتين كنا عملنا انتخابات رئاسية، مش ناطرينه ولا مننطره. فإذا هيدا بده يدعيكم عاجلا أم آجلا إلى التحاور، يعني اذا ما في حل غير هيك. عم يتحاور كل ساعه هلا بخلاف المفهوم العام اللي هن طرحوه، انه والحوار وكذا. اللي بيسمعهم بيقول يا عمي شو هالجماعه المغرومين بالحوار،
هلا فيهم يفتحوا حرب طويله على دول الجنوب، ما بيحكوا مع حدا من اللبنانيه، حتى ما بيحكوا مع اصدقائهم يلي بالسلطه، ها بيرجعوا الحوار بالوقت. يعني انتبه، عم نتحاور كل لحظه، ما حدا يفكر. نحن اكثر جماعه حوار، وتحاورنا مع الكل ومعهم هن بالذات. ها، واكبر دليل بس تكتل الاعتدال الوطني طرح وبدلته للحوار، شو قلنا؟ دغري قلنا اوكي عليها. في ابله وحده رفضتها لما دعاكم الرئيس بيرلي بصيف الماضي، تعوا على 7 ايام ومن بعدها انا بفتح البرلمان، لانه هيدي طاوله حوار رسميه ما بدنا اياها، ما بدنا نخلق اعراف نصير ملزمين فيها مشان بعدين، وما في شيء بيقول هيك وما في شيء بيقول هيك. شو الابدل، اعراف ولا الجمهوريه؟ لا الجمهوريه. ليش طاوله الحوار رح وديك الجمهوريه؟ ما هي رح سقط لك الجمهوريه. طيب، لانه بتضرب الدستور بشكل اساسي. بس اذا بدك حوار جدي، كل يوم حوار جدي. بتعرف شو بيطرح الفريق الاخر؟ ايه محور ومنع. بتعرف شو بيطلع لحديت هاللحظه؟ شو بدكم تتمشوا بسلام الفرنجية؟ شو قال لهم؟ شو بدك؟ بدك الجمهورية؟ بدك تنتخب شخص ولا مشروع؟ قلت لهم أنا، قلت لهم ما بدنا نمشي بسلام الفرنجية، تعالوا نتفاهم مع شخص تاني، ما بدهم. بتعرف ليش ما عاد رجع لودريان على لبنان؟ لأنه كل طرحه كان من بعد الجلسة الشهيرة ب 14 حزيران الماضي إذا متذكرها، رح يصير لها هلا سنة، يلي نزلنا على المجلس كان في سلامين فرنجية وجهاد أزهر. جهاد أزهر أخذ 59، سلمان فرنجي اخذ 51. نعم. اجى قال يا اخي ما زال هيدي يعني عقدت هون، خلينا بلا سلمان فرنجي وبلا جهاد ازهر نروح على مرشح ثالث، الا انه مستعدين. راح عند الفريق الثالث، اوكي، حكموا ديبرسيون وحمل حاله وترك. طيب بس ما هلا ما يا حوار بهيدي اللحظه، بهيدي اللحظه حكيم، يعني معتبره الطرح الثنائي ومن معه انه نحن عندنا بلوك صلب 51، بينما 59 عندكم مرجرجة، لأنه والدليل أنه ما حضروا معراب. دخلك بالانتخابات، شو يعني بلوك صلب؟ شو يعني مرجرجة؟ طيب لك ما زال هيك مرجرجة، ليش ما تركوا جلسة 14 حزيران 2023 يكفي الدورة الثانية والثالثة ورابعة وخامسة ما زال مرجرجة؟ لأنه كانوا عارفين من الدورة الثانية أو الثالثة رح يصير عندنا رئيس جمهورية. إني ما بدهم إياه، ما بدهم رئيس جمهورية عنده حد أدنى من الجدية، أو إنه يكون حد بالحد الأدنى رجل دولة. حضرتك بتقول إنه جهاد أزعور يمثل مشروعنا السياسي. طيب، تعتقد إنه أستاذ جهاد أزعور قادر ينفذ الـ 15-59، قادر ينفذ 17-01؟ على القليلة مؤمن فيهم بده يحاول ينفذهم. مش إنه بتروح على ناس لا مؤمنين فيهم ولا بدهم ينفذون وأصلاً جايين على ظهر عدم تنفيذه. نعم. اللي إذا شخص يعني الثنائي الشيعي شغل له كل معرفته. وبتعرف شو رأي حزب الله بقصة ال 15-59؟ نعم. وبتعرف شو رأي حزب الله؟ إذا شخص إذا مرشح على الانتخابات الرئيسية، حزب الله شغل له معركته، رح يوصل ويقول أنا بدي أنفذ 15-59؟ شو بدك بالحكي؟ بس حيالله رئيس كمان رح يقول لك أنا ما رح فيني أنفذ 15-59، بعمل حرب إذا بدي أنفذ. على مش 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 مزبوط هيك يا أستاذ ماريو، مش مزبوط هيك. يا أخي خلي يبلش يقول نحن لازم ننفذ 15-59، أنا ما عم بقول له يبعث الجيش يقاتل حزب الله. بس انت بلش استنفذ كل الوسائل اللي عندك اياها بالسياسه، خي بلش تروح هيك قول لبنان ملزم ينفذ القرار الدوليه بطلعت القرار 15-59. انطلاقا من هون حكيم، حضرتك بتقول انه رئيس لا يستفز حزب الله، نحن شو بدنا فيه؟ ايه بس رئيس يستفز حزب الله من ال 15-59، ايه ممكن يوصل؟ مش تعرف شغله، اول شيء مش بالمعنى يستفز انه هيك عم نعمل انكيت، لا، انه رئيس بده يمشي بيركب حزب الله، شو بدنا فيه؟ لانه اللي وصلنا لهون بالبلد هو الرؤساء يلي او الحكومات يلي بيسيروا حزب الله وبيمشوا بركابه لكون وصلنا. يعني مش بس شخص الرئيس بحد ذاته، طيب رئيس بده يمشي بركاب حزب الله رح نضل بالوضعيه ذاتها اللي نحن فيها، بدك نضل هيك؟ وبالتالي بدك رئيس مختلف، رئيس عنده حد ادنى من ماشي رجل دولي يلي ما بيهمه مصالح حزب الله، بيهمه مصالح لبنان. حزب الله بده رئيس ياخذ بعين الاعتبار بالدرجه الاولى مصالحه كحزب الله، وهذا اللي هو يعني وقت بقول انا بدي رئيس ما يطعن المقاومه، مين باله فيك؟ طيب مين بده يطعن المقاومه؟ بس ما بدنا رئيس ياخذ بعين الاعتبار مصالح الشعب اللبناني وضرورات ومستلزمات قيام دوله لبنانيه. حكيم هلا عم بتقول لي حضرتك انه مفهومه للحوار انه شو بدكم تتقبلوا بالوزير سليمان الفرنجيه. طيب. في حدا حرفيا او شخصيا حمل لك هالسؤال؟ طبعا طبعا. بقدر اسال مين؟ لا ما فيني اسال ولا ما فيك قنوات التواصل موجوده هيك كان بتفكر قنوات التواصل موجوده على طول هذا كان السؤال من الرئيس بري شو بدكم تتمشوا بالوزير الفرنجيه خليني ما اضطر الى الاسماء والكذا من محور ممانعه كان السؤال اخر سؤال من
شهر زمان اوكي يا شباب هيك هيك يعني. شباب اوكي ليش نضحك على بعضنا يعني هلا المرشح الوحيد موجود سامي فرنجي شو بدكم تمشوا بسامي فرنجي طيب مش اول مره قبل ما بشهر شهرين نفس الشيء ايه طبعا حكيم تعتقد هيدا المجلس النيابي قادر ينتخب رئيس بكل صراحه لازم ينتخب رئيس اذا ما قدر ينتخب رئيس بيكون هو المقصر لانه يعني عندك شي 30 نائب بهالنص معورضين بالنص تعرف شو يعني معورضين خي بقول لك ما بدي اسرف فيه مثل سمعت تصريح من بعد ما عملنا لقاء مع راب نعم اوكي وطلبنا فيه بتنفيذ القرار 1901 قال لا نحن بكفينا اصفافات بالبلد لك يا قلبي خي شو اصفافات انت بدك يعني بدك تخلص بدك تخلص لبنان ما انت ممثل عن الشعب اللبناني انت عندك مسؤوليه تخلص الشعب اللبناني من حرب عم توقع هلا من حرب ممكن كيف ما بدهم يعملوا ما بدهم اياك تكون رئيس معارضه ما قالوا في حال ما يكون ما حدا ما عم بطلب من حدا يكون بدهم اياه بس انا عم بحكي عن تنفيذ القرار 1901 غلطوا اللي ما اجوا حكيم هذا بحث اخر اوكي كل واحد عنده حريه يتصرف مثل ما بحب يتصرف بتفكر بتقصير ولايه المجلس تقصير ولايه بهزر بصراحه مش مطروحه يعني خلينا نطرح اشياء واقعيه نفكر فيه نضل ندفش باتجاه حصول الانتخابات الرئاسيه ويكون عندنا هالمره رئيس جدي مش كان عندنا رئيس هيك خنفوشاري يعني مثل عادي طيب ثلاث نقاط سريعين اذا بتسمح لي لانه انا بعرف انه تخطيت الوقت جريمه باسكال سليمان بتقول من بعدها انه هيدي ما بتقطع وشكلها قطعت حكيم في اثنين بعد ما تسلم لا ما قطعت مين قال لك قطعت عم دفع ما بتقطع يعني شو ماشي تحقيق رح لك اول نتيجه اول نتيجه ما بدها شيء اول نتيجه استنادا للوقائع الوحيده يلي هلا بين ايدينا يلي هي على انه نفذ جريمه سوريه اول نتيجه لك شو عم بيصير بموضوع اللجوء السوري هي اول نتيجه نعم نتيجه الثانيه بانتظار انه 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 إنو هيك بنروح على الطفشانه ومنبل ايدنا بحدا او 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 من هاجم حدا أو من لا لا لحد هلا هذا تبين معنا لا. في اثنين زعماء العصابه بعضهم متوريين واحد لبناني اسمه احمد نون نعم متوري عم نتابع بالجيش والثاني انتبه هيدا النظام السوري الفظيع اسمه زكريا قاسم ملقوط بسوريا عم بيرفضوا لحد هلا يسموه السلطات اللبنانيه والسلطات اللبنانيه كل يوم عم بيرجعوا ياكدوا على طلبهم انه بدهم اياه شفت ليش الخوف انه تكون قطعت؟ اذا بقيت حلقه مفقوده لا فيك توصل للحقيقه؟ بدنا نضل نجرب طيب. لنوصل للحقيقه طبخه البحث اللي حكيت عنها بما يتعلق بالحوار ببكركي هل بتعتقد انه رح توصلوا لوثيقه مسيحيه في بكركي؟ خي ليك بغض النظر عن رايي يعني طب بحث ولا لا واحد على طول يجرب وخصوصا وقت بكركي حاب تجرب نعم اوكي رح نمشي معهم بهالتجربه للاخر بس انا اذا بتسالني هيك بخبرتي بمعرفتي يعني انا اكبر خبير بالعلاقه مع الشأن العوني اوكي من 40 سنه لهلا يعني صار عندي خبره كبيره طبخ البحث بس برضو برجع بقول لك لانه يعني بكركي طبخة واحد ما بتطلع وثيقه ممكن حتى ممكن يطلع وثيقه مخي ما بتأيدوا بشيء طيب. ما في اتفاق مع راب بدك اكثر من وثيقه مع راب يا عمي اخر نقطه العبئه العربيه السعوديه هي عبئه سياسيه والله بعتقد هيك انا بترك لك انت والمشاهدين محلي لا المشاهدين والمراقبين السياسيين حلوا انا بعتقد هيك وكانت كثير يعني خطوه محبه ولافته من سعاده السفير السعودي بلبنان وانا كثير مقدر يعني وبقدر هيك خطوه وبعتقد انه مش انه جايب لي جاكيت البسها لا مش هذا البحث لا هو يعني ما يعني بتصور بالعبايه ايه في لها مفاعيل مستقبليه انا بيكفيني المفاعيل الحاليه يعني بما معناه انه عندنا صديق بحجم المملكة العربية السعودية منا مزحة أنا بتشكرك حكيم شكرا على هذا اللقاء مشاهدينا يعني القسم الثاني من حلقة الليلة من تابع مباشرة من الاستوديو إلى اللقاء